وصلنا لفقرتنا التالية معك يا سالي. ليا هلا محطتنا الختامية لليوم ضمن مهرجان وأجواء مهرجان قوس قزح بدورته الثالثة يلي عم نرصد حفلاته التراثية والفولكلورية السورية، طبعا بمشاركة عدد كبير من الفنانين من أغلب المحافظات السورية. واليوم بصرنا نرحب بضيوفنا الفنانة خناف سعيد وعازف الطنبور جمو سعيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أوقات المشاهدين. أهلا وسهلا فيكم. يمكن لون جديد شفناه مع بعض ضمن مهرجان قوس قزح. خلينا نصبح على المشاهدين مع الطنبور ومع صوت حضرتك. ماشي. أهلا وسهلا فيكم. طبعا إن شاء الله تنال إعجابكم معزوفة فلكلورية التراث الكردي. شكرا كثير. صوتها كثير حلو الصباح. نعم. يعني تمام. يعني وراي دائما احياء التراث الفولكلور هو شيء مهم لنا. خناف، خلينا نحكي عن مشاركتكم بقوس قزح وقديش كان في هيك مثل اندفاع لهيدا المشاركه. اول شيء لا خناف خناف عم تحط الكسرة هي ضمة. نعم. أول شيء صباح الخير. صباح الخير يا دمشق بهالجو الحلو. صباح الخير لكل سوريا. لا سهلا. بصراحة أنا مشاركتي هي تاني مشاركة بقوس قزح، وقلي الفخر أني بشترك بهيك مهرجان مهم، يعني من خلاله يتعرفوا كل الأطياف السورية على بعضهم. يعني حلوة تتعرفي على ناس مثلا أرمن، ناس شركس، ناس يعني كتير من حلوة مختلف من مختلف الأطياف. يكون عندك أصدقاء، تعرفي على فنانين، تتعرفي على عاداتهم وتقاليدهم، شيء كتير حلو. يعني أنا فخورة جدا يعني بهالمشاركة. نعم. سمعينا شيء من ضمن مشاركتك. يلا تفضل. طبعا في هي كمان هيك في يعني نغم، في شجي، في فرح. لا بسمعكم شيء يعني حزن شوي بالله. لا هيك بدك تحزننا من الصباح. لا هي اغنيه عاطفيه بتغزل بحبيبته بيشبهها بالحمامه. تفضلي يا خناف. قمريكي وزر امي ما بلد العالي، وزر امي ماي قمريكي وزر امي ما بلد العالي، وزر امي ما كم صورو افندي ما بلي كم صورو افندي ما خلام شعبي رش بلك عشقاك جيكا بندي ما خلام I'm
كثير استاذ جمو، يعني حضرتكم جيتوا من حلب لحتى تشاركوا بالمهرجان. آلة الطنبور يمكن آلة ما كثير متداولة بين الناس، ولكن بتحمل يمكن بين أوتارها العديد من الحنية، من المشاعر، بتوصل بسرعة لقلوب الناس. اليوم عم تنقل حضرتك تراث عبر مسرح أكيد دار الأوبرا، خلينا نحكي كيف كانت مشاركتكم وأيضا عن آلة الطنبور. بالبداية طبعا المشاركة أعطتنا فرصة يعني جميلة لناخذ يعني نشوف الجمهور الكريم ونلاقي كل الأطياف. يعني طبعا هاي بادرة يعني من وزارة الثقافة، يعني هاي البادرة إن شاء الله نريد تستمر، وهي يعني بتشجعنا أكثر، بتحفزنا لنقدم المزيد يعني إن شاء الله. طبعا بالنسبة لآلة الطنبور إلى الفضل كبير، يعني بالنسبة إنه يعني حافظت على التراث يعني من القديم. يعني الآلة طبعا كان في فنانين يعني قدماء كثير استمروا على الآلة وظلت يعني حافظت على الثقافة الكردية، وطبعا صار في تطور بعدين، ونحن نتأمل انه هالآلة تاخذ دور اكبر يعني بين الفرق الموسيقية، وان شاء الله نحن نتابع جهودنا وفي طبعا استمراريتها بين الاجيال. نعم تمام. يعني خناف خلينا نحكي شوي عن الالوان يلي قدمتيها. شو الالوان يلي ركزتي عليها ضمن مشاركتك بمهرجان قوس قزح؟ هو بشكل عام انطلب الفلكلور، يعني الاطياف اللي جايه كل واحد بيقدم الفلكلور اللي عنده مشان يعني يعرف على التراث وعلى الفلكلور اللي عنده. انطلب مني الفلكلور، بلشت بموال، موال طبعا كتير قديم واسلوبه يعني صعب شوي، يعني بده يعني شغل كتير كتير تعبت عليه لحتى حفظت يعني موال. وانا عم بسمع كمان حتى هيدا الاغنية الحزينة يلي قدمتوها كمان بدها شغل، يعني انا عم بسمع العروبات لحالها بدها شغل. الله يعطيكم هي العروبات طبعا بدك تدربي عليها كتير من الصغر لحتى يعني لحتى تضلوا يعني تستمروا تبدعي فيها. وطبعا طلعت انا فقرتين، فقرة اولى يعني ايقاع مقسوم موال، بعدين غنيتين مقسوم، وفقرة تانية ايقاع بقولوا عليه لف الخفيف. كان الجو تجاوب الجمهور ممتاز الحمد لله. الحمد لله كانت في تفاعل. ان شاء الله يكون لها وقعة خاص مثل ما بقولوا عند الجمهور. نعم بتمنى. يمكن اي نمط بالموسيقى بده الاستمرارية وبده الدعم. يعني حضرتكم خلينا نحكي مع حضرتك، شو هي الخطوات يلي بتعملها للمحافظة على الطنبور والمحافظة يمكن على نوع الموسيقى يلي عم تقدموها لحتى تستمر بين الاجيال؟ خلينا نحكي على مناطقكم بحلب، كيف عم تدرب وعالم بتحب انه هي تتعرف عليها وتتدرب ايضا عليها؟ طبعا هو احنا كنا البدايه يعني كان في لنا فرقه، بهالفرقه يعني كان لها دور يعني نتطور بشكل افضل يعني، ومن خلال الفرقه طلعنا مناسبات وحفلات والى اخره، ف يعني صار عندي الحمد لله يعني نوع من التخصص يعني باللحن، يعني صرت الحن ألحان جديدة طبعا دائما أو تجدد القديم. أيوة طبعا دائما نرجع المنبع يعني هو دائما هو الفلكلور. الفلكلور يعني هو دائما غني كثير يعني، فنحن بنحاول طبعا في منهم بيشوهوا كذا، نحن بنحاول يعني نهذب هيك تقدم بطريقة أفضل. أيوة بطريقة هيك تناسب، لأنه خاصة قبل ما كان في تقنيات، يعني كان مثلا في لا في مواقع تواصل اجتماعي ما في يعني، وحتى التسجيلات يعني قديمة يعني معدات كلمات ما هي مفهومة على موسيقى. فنحن بهالإطار هذا نريد يعني نحافظ على أصالة الموسيقى، بنفس الوقت نعطيك تقنيات إضافية. طبعا كان في عندي تجربة استوديو تسجيل يعني الحمد لله استفدت كثير، لحتى يعني كمان شوي تقربها من الجيل الجديد يلي ما عنده أيوة يمكن طبعًا معرفة طبعًا بالتراث القديم. نحن هلا ممكن في عنا هيك كمان هيك لون فرح، يا ريت نسمع منكم هذا اللون قبل ما نختم كمان فلكلور يعني، بس شيء الله نحن يعني شوي بيختلف على نمط الحزن طبعا. ان شاء الله هيك يعني بعد حزن يمكن نفرحكم. تفضل يلا. الله يبعد الحزن عن الكل. امين يا رب. مالا مدحه وشهودا ويلور 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 بريحه وشيخ البدا شيريني قوفندي
ما لا مدح وشودا ويلور 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 بريح وشيخ البدا شيريني قوبندي أزهات ميالي ودا ويلور 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 بوچاري ياري ندا شيريني قوبندي دردي هويه ولا سناكشينم دردي هويه هويه ولا سناكشينم جيني ودودويا جابي وبرشيا جيني ودودويا لون جابي وبرشيا جمالي تفتويا ولا سناكشينم جمالي تفتويا بلا سناكشينم كثير اكيد نحن كثير انبسطنا فيكم اليوم وانبسطنا بهاللون الجديد يمكن بالنسبه لنا شوي ونتمنى دائما هيك نشوفكم بحفلات ومهرجانات لنتعرف على تراثنا يلي كثير حلو. شكرا كثير لك. اكيد نتشكر وجودكم معنا. بدنا نتشكر اكيد هالعزف الحلو وهالصوت الحلو وهالالوان اليوم يلي اضفتوها بفقرتنا. وشكرا كثير سعد صباح. كمان بشكركم بشكر التلفزيون قناة الأخبارية السورية على هالفرصة. شكرا كثير. أهلا وميت. بس أنا بدي أشكر وزارة الثقافة على هال مثل ما بقولوا فتح الباب لهيك يعني فعاليات. بشكر دار الأوبرا لفتح أبوابها بخص شكلها الأستاذ إدريس مراد اللي دعاني اللي اهتم وشجعني كثير وبشكره وبشكركم لكم. صباح الخير. أهلا وسهلا.